طلاب الصف الثاني المتوسط لدى الاسباب الصالحين. ان شاء الله بندرس اليوم درس جديد اسمه التغير الطرفي. التغير الطرفي دايما بيكون بكميتين، اذا كانت النسبه بينهم ثابته بسمي التغير ده تغير طرفي. مثلا لو انا عندي اسمه ايه بالمنظر اللي قدامنا ده كده، ده خط مستقيم، وجيت خدت نقطه هنا واخدت نقطه ثانيه هنا وحاولت اجيب النسبه بتاعتها. النقطة الأولى رصد عمود على س يديني هنا 1، رصد عمود على ص يديني 5. لو خدت النسبة الثانية مثلا لو أصفلت عمود من هنا هيديني 2، لو أصفلت عمود على ص هيديني 10. بالتبسيط على الاثنين فيها 1، على الاثنين فيها 5، هتلاقي النسبة دي زي دي. يبقى هنا طالما النسبة بين الكلمتين دول ثابتة بسمي ده تغير طرفي. طيب التغير الطرفي ده يا شباب ليه قاعده او ليه قانون لازم نطبقه. القاعده بتقول ان ص بتساوي ك س. س وص هما الكميتين اللي هو بيديهم لي، هو انا بجيب واحده منهم، وك هي الكميه الثابته او بسميه ثابت التغير. يبقى الرمز الجذري ده اسمه ثابت التغير. طيب ازاي اطبق القانون ده؟ نشوف مثال بسيط كده عشان نقدر نطبق عليه قانون. مثال عندي صفحه 122 تحقق ب. المثال بيقول يبيع محل الخضار 6 برتقالات ب 12 ريال، فما ثمن 10 برتقالات؟ 6 برتقالات ثمنهم 12 ريال، يبقى 10 برتقالات ثمنهم كام؟ يبقى انا عندي هنا عدد البرتقال وهنا الثمن. 6 برتقالات ب 12 ريال، ال 10 برتقالات ثمنهم هيزيد كام؟ هنا ممكن اجيب المساله ديت اجيبها عن طريق التناسب، احنا درسنا التناسب قبل كده، خدناه في صف اول وخدناه ثاني في صف ثاني. وممكن اجيبه بالقاعده اللي عندي اللي هي قاعده التغير زي ما هو محلول عندنا. انا عندي القاعده بتقول ان ص بتساوي ك س. مطلوب مني عشان احل المعادله لازم اعرف قيمه ك في الاول اللي هو ثابت التغير. انا عندي عدد البرتقالات 6، الثمن 12، ادي ص وادي س. يبقى اقول له هنا 6 بتساوي ك ضرب 12. بالاسم على 12 في الطرفين، نقسم هنا على 12، نقسم هنا على 12، ال 12 بالحذف راحت، يبقى ك بتساوي بالتبسيط فيها الواحد فيها الاثنين يعني نص. يبقى معدل ثابت التغير بيساوي 1 على 2 اللي هو نص. اخد المعادله الرئيسيه اشيل ك واحط القيمه اللي انا جبتها اللي هي نص، يبقى انا عندي هنا ص بتساوي الك اللي انا جبتها نص س. دي المعادله اللي انا هشتغل عليها الثانيه. يبقى تاني الخطوه الاولى خدت الكميه الاولى 6 اللي هي ص وال 12 اللي هي س، وحطيت المعادله ص بتساوي ك س. عوضت عن ص ب 6 وعن س ب 12، حليت المعادله طلع لي الك بتساوي نص. الك بتساوي نص، جبتها من المعادله الرئيسيه وحطيت هنا نص، اصبحت ص بتساوي نص س. هو بيقول لي هنا اذا كان 6 برتقالات ب 12 يبقى 10 برتقالات ثمنهم كام؟ ادي عندي ص موجوده، يبقى فاضل عندي مين؟ السي. هاخد الاثنين دول هنا، يبقى انا عندي المعادله هتبقى ص اللي هي 10 بتساوي نص ضرب س اللي مش مجهوله اللي انا عايز اجيبها. اصبح عندي 10 بتساوي نص س. طبعا النص ده عشان اتخلص منه هنا اضرب المعادله في المقام، المقام عندي 2، اضرب في اليمين واليسار في العدد 2، يعني 2 ضرب 10 بتساوي 2 ضرب نص س. بالحذف الاثنين مع الاثنين صارت السي بتساوي 2 في 10 يديني 20. يبقى اذا كان ثمن 6 برتقالات يساوي 12، فان ثمن 10 برتقالات يساوي 20 ريال. ده احل المساله بس لازم اكون حافظ القانون. اول حاجه بتجيب مساله التغير، بعد كده بتعوض تجيب المجهول اللي ناقص. طيب نشوف مساله ثانيه برضو على التغير، مساله التغير. صفحه 125 في سؤال بيقول لي اذا كانت ص بتساوي سالب 12، ص ده سؤال رقم 15،
صفحة 125. قال لي هنا ص بتساوي سالب 12، ص بتساوي سالب 12 عندما كانت الس بتساوي 9. الس بتاعتها بتساوي 9. اوجد قيمة ص، يعني ص التانية دي مجهولة اللي احنا عايزين نجيبها امتى؟ قال لي عندما س تساوي سالب 4. نفس اللي عملته في المثال الأولاني هو اللي عملته في المثال الثاني. قال لي ص ب 12 سالب 12 والس كانت 9، يبقى الص بكام لو كانت الس بسالب 4؟ أول حاجة أعملها أحط القاعدة اللي اتفقنا عليها اللي هي الص بتساوي كاف س. أول حاجة أجيبها يا شباب زي ما قلنا ثابت التغير اللي هو كاف في القيمتين اللي جاوبهم في الأول. في الص بسالب 12 يبقى سالب 12 بتساوي كاف ضرب الس اللي هي 9. بالقسم على 9 في الطرفين اقدر اجيب قيمه الكاف، نقسم هنا على 9 وهنا على 9. بالحذف يطلع لي كاف بتساوي سالب 12 على 9. في تبسيط طبعا، يعني الكاف هتساوي على 3 فيها 3 على 3 فيها 4، تقوم تديني سالب 4 على 3 وهي دي قيمه سالب التغير اللي هو الكاف. باخد القيمه دي قلنا ونعوض بيها في المعادله الرئيسيه اللي هي ص بتساوي كاف س. اشيل الكاف واحط القيمه اللي هنجيبها. طيب انا عندي هنا ص بتساوي كاف س، الكاف جبتها بسالب 3 على 4، الص عندي مجهوله، الس عندي بسالب 4، يبقى نقول ص بيساوي الكاف بسالب 4 على 3 ضرب الس اللي عندي اللي هي بسالب 4. يعني ص بتساوي سالب سالب مجهوله و4 في 4 يديني 16 على دي قيمة ص عندما س يساوي سالب 4. درس سهل جدا وبسيط جدا، أهم حاجة فيه إنك تكون حافظ القاعدة. في عندنا بس مثال مسألتين في الواجب برضه نتدرب عليهم زي ده بالظبط، طبق عليهم القاعدة اللي هو هيكون صفحة 125 هيبقى رقم 16 و17. دول نفس اللي احنا حليناهم بالظبط، ما في أي تغيير. المهم انك تكون حافظ القاعدة، وإن شاء الله نشوفكم على خير في المرة القادمة بإذن الله.